السلام عليكم طلاب، أهلا وسهلا بكم أكاديمية الرازية وياكم الصيدلانية نورة الصلاح. محاضرتنا اليوم بعنوان Determination of Solubility Class. من خلال هاي المحاضرة راح أتعلم أنه كل مركب عضوي ينتمي إلى فئة معينة. هاي الفئة اللي تحدد السوليوبولتي لهذا المركب. تتحدد السوليوبولتي للمركب من خلال الفانكشنال جروب. كل مركب يحتوي على فانكشنال جروب او الاكتيف جروب. هذا الفانكشنال جروب هذا اللي تصير به، طبعا هو هذا اللي يكون موجود بالمركب ضمن المركب. من خلال هذا الجروب تصير عمليات كيميائية، تصير عمليات الحذف، استبدال، تفاعلات، إضافة تصير عالية من خلال هذا الجروب الموجود بهذا المركب. شنو هذا الجروب؟ شنو هذا الفانكشنال جروب؟ عندي الفانكشنال جروب، عندي مثلا الكحولات هي الـ OH، عندي مثلا الألديهايد، مجموعة ألديهايد، عندي كيتونات، عندي كاربوكسيليك أسيد. وعندي أمين البرايمري والسكندري والتيرشيري. كذلك عندي مجموعة فينول، الفينول اللي هي حلقة أروماتيك، حلقة بنزين مرتبطة بها OH، ها مجموعة فينول. من خلال هذني الفانكشنال جروب، هذني المجاميع راح تصير عمليات كيميائية، يعني هن ذني الأساسيات الموجودات بالمركبات. من أشوف مركب عضوي أدور على هذني، يعني من خلال هذني المجاميع راح تصير عندي عمليات كيميائية، ومن خلالها راح أقدر أحدد السوليوبولتي للمركبات. فيقول عندي السوليوبولتي كلاس determination gives an indication of the functional group form present in the compound, the polarity and molecular weight of the compound and in composition of compound. فيقول من خلال الفانكشنال جروب اقدر احدد البولاريتي والمولكولار ويت، واحدد طبيعه هذا المركب اسيد بيس نيوترال. شلون اقدر احددها؟ من خلال اجيب هذا المركب اللي انا ما اعرفه، اجي اذوبه مره بمي، مره بايثر، مره ب HCl، مره اذوبه ب NaOH، مره اذوبه صوديوم بايكربونات، مره اذوبه بسلفوريك اسيد، واشوف باي مركب او عفوا باي مذيب راح يذوب عندي. من خلال ذوبانيته بمركب بمذيب عفوا معين راح أقدر أعرف من أي صنف هو موجود. Because of their non-polar extents, it is well known that hydrocarbon are insoluble in water. عندي المجاميع الإنكربون هي ما راح تذوب بالماء. If an unknown compound is partially water soluble. فعندي المركبات اللي تذوب جزئيا بالماء، بما انه هي اصلا ذابت بالماء، يعني عندها مجموعه وظيفيه، هاي المجموعه تكون بولار. شلون عرفت بولار؟ لان هو المركب اصلا ذاب بالماء. This means that there is a polar functional group in addition solubility in certain solvent also lead to more precise functional group detail. عندي البنزويك أسيد، هذا البنزويك أسيد هاي المادة ما راح تذوب بالماء، تذوب بغير
مذيبات، الذوب بالصوديوم هيدروكسيد. عندي ملاحظة تقول المركبات العضوية اللي تحتوي على عدد ذرات كربون من خمسة وأقل، أقل من خمسة يعني من خمسة وجوة، ذني يذوبان بالماء، بينما اللي بيهن عدد ذرات الكربون تكون أكثر من خمسة ذني ما راح يذوبان بالماء. لكل الأنواع سواء كانت كحولات هيدروكسيد أمينات، لكل الأنواع. Generally and for purpose of solubility classification, the compound is said to be soluble in any solvent if it is dissolved in the extent of about 3%. إذا شلون أعرف إنه هذا المركب ذاب عندي بهاي المادة؟ يقول أعرفه من خلال إنه أنا أجي أخذ من هذا المركب اللي أنا أنطوني إياه وقالوا لي إنه عرفي شنو هذا المركب، أخذ هذا المركب إذا كان مادة صلبة أخذ 0.1 جرام من عنده، أو إذا كان مادة سائلة أخذ من ثلاثة إلى أربع قطرات. هذه شو أسوي؟ أقوم أضيف لها المذيبات اللي عندي تدريجيا، أبدي أضيف المذيبات اللي عندي وأشوف بأي مذيب ذابت، أضيف لها كل مذيب. طبعا مثلا أجيب أربع قطرات مثلا من المادة، أضيف لها مثلا مي، أبدي أضيف لها المي تدريجيا لحد ما أوصل 3 مول. شفتها ذابت؟ تمام ذابت. أشوف يعني المادة السائلة اختلطت ويا المي، ما عندي طبقتين مفصولات. أما إذا تكونت عندي طبقتين مفصولات راح أقول هاي المادة ما امتزجت، إذن غير قابلة للذوبان. أو المادة الصلبة اللي أخذتها من أذوبها بالمي، أبدي أضيف المي تدريجيا لحد ما أوصل 3 مول كماكزيمم. يعني حتى لو مثلا ضفت 2 مول وبعد ما ذابت استمر لحد 3 مول، يعني عسى ولعل انه تذوب. ما ذابت هاي المادة الصلبة راح اشوف ترسبات تترسب المادة وما راح تذوب عندي. شو اسوي؟ افرغ هذه التيوبة وانظفها او اجيب تيوبة ثانية واجي اخذ 0.1 جرام من المادة الصلبة او اخذ 3 إلى 4 قطرات من المادة السائلة. يعني أعيد التجربة من جدة وجديد، من يعني من البداية. المادة الأولى أنا من ضفتها أول شيء مي، مو أنا ضفتها مي ثلاثة وصلت 3 مول ما ذابت أجي على نفس التيوبة أضيف بعد مثلا NaOH، لا، تيوبة ثانية جديدة أخلي بها المادة الصلبة أو السائلة وأراقب ذوبانيتها مع الرج أكيد with shaking. من خلال هاي التقنية أقدر أحدد ذوبانية المادة وأصنفها من أي كلاس. طبعا المادة بالبداية أنا لازم أذوبها بالمي، المي هو عندي شيء أساسي. أول شيء أذوب به المادة، أول مذيب أستعمله الشرط يكون مي. لازم يكون عندي مي. إذا جبته إذا جبت مي وحطيت بيه المادة، قلنا إضافة تدريجية. إذا ضفتي المي وذاب عندي المادة، ذابت سواء كان صلب أو سائل، ذابت هاي المادة، من تذوب هاي المادة شو أسوي؟ أجيبها، ذابت بالمي أجيب هاي المادة
وأضيف لها إيثر، أضيف لها إيثر يعني أوكي ذابت المي أتخلص من تيوبة المي وأجي أضيف إيثر. زين ضفت الإيثر، المادة شفتها ذابت أوكي أتخلص أني عفوا هنا أتخلص من الإيثر. هنا بالخطوة من وصلنا للإيثر ذابت بيه أجي أدخل ورقة عباد الشمس، إذا كانت تطلع ممكن ريد ممكن بلو ممكن أنشينج ما تتغير، إذا ريد أسد، إذا بلو فهي بيس، أنشينج هي نيوترال المادة تكون. ثاني ثلاثة من صنف الأس وان. زين إذا من ضفت الإيثر ما ذابت المادة تكون إنسوليبل بالإيثر، فقبل أصنف هذا الأس تو. زين أنا شنو غرض من إضافة الإيثر ورا المي؟ هو مو ذاب بالمي بعد شكو، ليش أسوي كل هالخطوات؟ يقول أنا من ذوبته بالمي وذاب بالمي عرفت إنه هذا المركب هو بولار. زين أريد أعرف درجة البولاريتي إلى شنو، يعني لو بولار لو هاي بولار. من أجي أذوبه بالإيثر، إذا ذاب بالإيثر يعني هذا لو بولار، كل اللي ذاب هنا كل اللي ذاب هنا راح يكون لو بولار. زين واللي ما ذاب بالإيثر فهي هاي بولار. فهسه هاي الفائدة أني استعملت الإيثر ورا المي، وأني قبل وأول ما ذاب بالمي بعد هاي بعد شكو أضيف بعد يعني أستعمل مذيبات ثانية. المذيب الإيثر استعملت على مود أحدد درجة البولاريتي degree of polarity، يعني من ذاب بالمي أصلا عرفته هو بولاريتي، بس الدقري ما البولاريتي راح يحددها الإيثر. زين إذا ضفت المي للمادة هسه قبل ننتقل للثاني للجزء الثاني، المركبات اللي تحتوي على مجموعة وظيفية وحدة فقط، يعني تحتوي على OH وحدة أو تحتوي على COH وحدة، هذني يكون اللو بولار. اللو بولار اللي هن قلنا اللي ذابن بالإيثر هذني اللو بولار. اشقد شنو تقسيمه هو الأسوان، الأسوان اللي يشمل لو بولر. زين والمجاميع اللي تحتوي على مجاميع وظيفية أو الفانكشنال جروب أو الأكتيف جروب أكثر من وحدة، يعني تحتوي على 2 OH أو 3 OH أو 2 COH أو أكثر. زين هذا المركب راح يكون insoluble in ether، ما راح يذوب بالإيثر، يعني هذا المركب يكون هاي بولر. مجموعة الأس 2 هاي راح تكون هاي بولر. زين اكو مركبات تحتوي على اكثر من 5 ذرات كربون وتذوب بالمي. انا قبل شويه قلت اكو قاعده عندي اتبعها انه المركب عدد ذراته من 5 ذرات كربون واقل يذوب بالمي. زين اكو شواذ لها القاعده، اي اكو. شنو هاي الشواذ لها القاعده؟ اقول انه الايونيك كومباوند، مركبات الايونيه، المركبات الايونيه راح تكون هاي بولر، تذوب بس بالمي ما تذوب بالايثر. بعد عندي الشجر،
السكريات أو الكربوهيدرات، تكون بيها مجاميع وظيفية هواي أكثر من وحدة. مثلا الشكر يحتوي على أكثر من OH، فهذا رح يكون هاي بولر، يذوب بس بالماء وما يذوب بالإيثر. على الرغم من أنه اثنيناتهم إذا نجي نشوف التركيب الكيميائي لهن، عدد ذرات الكربون بيهن أكثر من 5، فهذني الشواذ لهاي القاعدة، بيهن عدد ذرات الكربون أكثر من 5 بس يذوبن بالماء وبس بالماء، ما يذوبن بالإيثر. لذلك يتصنفون من جماعة الهاي بولر الاس 2 اللي هن قلنا الايونيك كومباوند والكربوهيدرات الشكر. اذا المركب ضفته بالماء ما ذاب، شنو شلون شو اسوي؟ ضفته ما ذاب، اعوف الماء، اغير الماء، اجيب تيوبه ثانيه، شو اخلي بيها؟ اخلي بيها NaOH. شنو ال NaOH؟ هو هذا بيس، قاعدة strong base، قاعدة قوية. زين ليش ضفت ال NaOH؟ شنو الغرض من عنده؟ الغرض من عنده المادة اللي راح تذوب بيه راح تكون acid، يعني الأسيد اللي راح يذوب بي ما أدري هو قوي لو ضعيف، بس مو اللي راح يذوب بي أسيد، حامض. هاي مادة قاعدة تذوب لي شي حامض. إذا من خلال الـ NaOH اللي راح أضيفها للمركب راح أعرف إنه هذا المركب حامضي، قاعدي، متعادل. إذا المركب هذا ذاب بالـ NaOH إذن هذا المركب يمتلك خصائص أسيديك، خصائص حامضية، بشرط تكون عدد ذرات المركب أكثر من 5. فهسه إحنا هنا بهذا النص قلنا عدد ذرات المركب تكون أقل من 5. زين وبهذا النص سوي بغير لون، وبهذا النص عدد ذرات مركب أكثر من 5. فهسه هنا من ضفت للمادة NaOH وراء ما ذابت، وراء إنه ضفت الماء لها ما ذابت، ضفت لها NaOH ذابت. خوش، مدام ذابت يعني لها خصائص أسيديك وتحتوي على عدد ذرات كربون أكثر من 5. زين ذابت، ورا ما ذابت أضيف لها Na، أضيف لها NaHCO3 اللي هي الصوديوم بايكربونات. زين هنا ليش ضفت الصوديوم بايكربونات؟ يعني مو عرفت قبل شوية انه المادة اللي ذابت بالـ NaOH مو ضفت، من ضفت الـ NaOH مو عرفت من خلال اضافته والمادة ذابت بيه انه هذا أسيديك، بعد شاكو ليش اضيف البقية؟ اقول ضفت البقية هي الـ NaOH، عفوا الـ NaHCO3 اللي هي البايكربونات، صوديوم بايكربونات، ضفتها على مود أحدد درجة الحامضية. إذا هذا المركب ذاب بالـ NaHCO3 اللي هي الصوديوم بايكربونات، إذا ذاب بي يعني هذا المركب strong acid، الأسيد مادة قوية. زين إذا ما ذاب راح تكون weak acid. أنا من البداية أول ما ذاب عرفت هذا acid، بس درجته شنية؟ ضعيف لو قوي من خلال ال NaHCO3 حددت إذا ذاب بي يعني قوي، وإذا ما ذاب بي يعني ضعيف. زين إذا اجيت وضفت
ال NaOH بس ما ذاب، ما ذاب المركب، يعني مركب مو حامضي، يعني ما يحتوي على خصائص حامضية، مو أسيدك. زين هنا أنا شنو أسوي؟ راح أضيف، أضيف ال H ال HCl 5% HCl. هذا المحلول، هذا المذيب، أجيب هاي المادة أذوبها ب HCl. إذا ذابت يعني هاي بيس، قاعدة، هاي المادة قاعدة عندي بيس. إذا ما ذابت شلون؟ يعني هاي مو قاعدة. زين أنا من البداية إيش حددت؟ من البداية حددت من إضافة الـ من الـ NaOH أحدد الأسيديتي. زين من إضافة الـ HCl أحدد البيسيسيتي، القاعدية. زين إذا أنا حددت الحامضية وحددت القاعدية وما طلعت المادة، إذا هاي المادة متعادلة، شلون أطلعها؟ شلون أحددها؟ من خلال إضافة concentrated cold H2SO4. هذا أضيف المركب. إذا ذاب هذا المركب فهذا نيوترال، إذا هذا المركب يكون متعادل. إذا ما ذاب بي فهذا المركب راح يكون saturated compound، مركب مشبع. saturated hydrocarbon. إذن نعيدها، اجيت مادة مجهولة الهوية، ضفت لها مي، من ضفت لها المي ذابت. خوش حد. إذن هذا المركب بولر، هذا مركب بولر. زين أبدأ أحدد البولاريتي، إلى درجة البولاريتي هاي لو شون، من خلال إضافة الإيثر، ضفت الإيثر، ذاب بالإيثر فهذا لو بولاريتي، اللي هو جماعة الأس ون. من ذاب بي أجيب أدخل ورقة عباد الشمس، ريد يعني بيس، عفوا أسد، بلو يعني أزرق يعني قاعدة، أحمر يعني حامض، ما تغيرت يعني متعادل. زين ما ذابت المادة، إذن ها راح تكون هاي بولاريتي وهاي لو بولاريتي. الهاي بولاريتي هي الاس 2، تمام لهنا؟ تمام. زين لهنا أنا هذا الجزء الأول اللي ذاب. زين واللي ما ذاب شو أسوي له؟ ما ذاب أضيف له NaOH. ليش ضفت NaOH؟ شو عندي بيه؟ أضيفه على مود أحدد هذا المركب إلى خصائص حامضية، ذو قاعدية، يوم متعادل. أنا بالـ NaOH، الـ NaOH هذا يحدد لي بس acidity بس، يعني إذا ذاب بهذا المركب خلاص، هذا إذا ذاب عفوا المادة إذا ذابت بالـ NaOH إذا هذا المركب 100% أسيد. ذاب عندي صار سوليوبل، ذاب عندي بالـ NaOH. زين من ذاب عرفت إنه هذا المركب هو حامضي، له خصائص حامضية. زين وراه أرد أعرف هذا الحامض قوي لو ضعيف، أضيف له الـ NaHCO3 الصوديوم بايكربونات. إذا ذاب بيها فهذا strong، إذا ما ذاب بيها فهذا weak acid. زين إذا ما ذاب بالـ NaOH يعني هذا المركب ما إله خصائص حامضية،
شضيف أضيف HCl. ال HCl هذا من خلال ال HCl، ال HCl يحدد لي الصفات القاعدية بالمركب، يعني إذا المركب ذاب بال HCl يعني هذا مركب قاعدي، ذابي يعني بيس قاعدة، إذا ما ذابي يعني هذا مركب ما له خصائص قاعدية، شو أسوي؟ إذا ما ذابي انسوليبل. زين، هو أصلا المركب أنا من وصلت لها الخطوة الآخر شيء، أنا بالبداية ضفت الأنيو أتش والمركب ما طلعت به خواص حامضية، ضفت ال HCl مركب ما طلعت به خواص قاعدية، إذا لا خواص حامضية ولا خواص قاعدية، إذا هذا مركب متعادل. فهسه أني من وصلت آخر خطوة راح أخلي ببالي إنه هذا مركب متعادل، أو ممكن يطلع عندي saturated، يعني بعد يا هيج بعد ما عندي احتمال ثاني. فإذا ما ذاب بال HCl اللي هو يحدد الخواص القاعدية، فأجي أضيف concentrated cold H2SO4. إذا ذاب بي يعني هذا neutral N، إذا ما ذاب بي فهو I اللي هو يكون saturated hydrocarbon. discussion about solvent. هسه نتناقش بالسولفنت. يقول بالwater is a polar solvent ومذيب قطبي equal to 80.8 with a dielectric constant. It has the ability to bond with hydrogen and can act as either an acid or base. فهو ممكن يسلك سلوك قاعدي أو سلوك قاعدة أو سلوك حامض. إلى قدرة يكون روابط هيدروجينية. Therefore, it can dissolve. هذا المي ممكن يذوب الأملاح الأيونية للأمونيوم. كذلك ممكن يذوب لأملاح الحوامض العضوية. والأيونيك كومباوند. مركبات أيونية والبولار كومباوند، أكيد بولار كومباوند لأنه أصلا المذيب بولار، فالمادة اللي راح تذوب بي البولار أكيد يذوب بالبولار، اللايك ديسولف لايك، البولار يذوب بولار والإنبولار يذوب إنبولار. أورجانيك كومباوند with low molecular weight less than 5 كربون اتوم، مثل ما قلنا انه مواد او مركبات اللي يذوب بالماء تكون العدد ذرات الكربون الى اقل من 5. water is useful even if the compound is insoluble in water using litmus paper to assess the degree of acidity of a compound acid base or neutral. فحتى لو ما ذاب المركب بالماء ممكن استعمله هذا أخليه بالمي على مود أعرف أخلي ورقة عباد الشمس أو اللون اللي يطلع لي يعرف إذا أحمر فهو أسيد وإذا أزرق قاعدة وإذا ما تغير فهو نيوترال. الواتر is the first solvent used in the determination of compounds solubility class. فأني أول محلول أستعمله على مود أحدد درجة أو أحدد الصنف الذوبانية هو المي. If the compound is soluble in water, the next step to measure its ether أو عفواً its ether solubility. فهسا هذا السولفنت اللي هو عندي الووتر قلنا هو بولر، إذا ذوب المحاليل
أو المواد اللي تكون أملاح للأمونيوم الأيونية الأمونيوم وأملاح الحوامض العضوية كذلك الأيونيك والبولر، والمواد أو المركبات اللي تكون عدد الذرة إلها أو الموليكولار ويت لو. عدد ذرات الكربون بيها تكون أقل من 5، كذلك المجموعة الوظيفية اللي موجودة بالمركب تكون وحدة فقط، إذا أكثر من وحدة ما راح تذوب بالماء. المجموعة الوظيفية، بالنسبة للمجموعة الوظيفية هاي النقطة تنتمي للإيثر مو للمي. بالنسبة للإيثر يذوب المجاميع الوظيفية اللي تحتوي على مجموعة وظيفية واحدة، هاي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة وظيفية واحدة واللي تحتوي على أكثر من مجموعة وظيفية ما راح يذوبها. ها بالنسبة للإيثر، الإيثر اللي هو non polar solvent ما إلا قدرة يكون لي هيدروجين بوند، المادة اللي ذابت بالمي أجيبها قبل أذوبها بالإيثار. ليش أذوبها بالإيثار؟ على مود أعرف البولاريتي إلها، أعرف الديجري أوف بولاريتي، يعني البولاريتي حددتها من البداية بالمي، الديجري أوف بولاريتي أحددها بالإيثار. There is a non-polar solvent having a dielectrical constant of 4.3. It cannot form hydrogen bond. Hydrogen bonding an associated liquid. بالتالي هو ما راح يكون لي روابط هيدروجين لأن هو أصلاً non-polar. It differs from water in that it cannot dissolve ionic compound. هنا هذا المركب ما راح يذوب ionic compound such as salt. It dissolves most water insoluble compound. Therefore, in the determination of solubility class, the importance of ether is for water soluble compound only and no further solubility test using the remaining solvents are to be done. فهنا الغرض من الإيثر انه انا احدد درجة البولاريتي، ف according to probabilities are there compound soluble in path water and ether. اللي ذاب بالإيثر من هو؟ اللي ذوب بالمي وبالإيثر، بالإيثر اثنيناتهم من ذني من ذني مركبات اللي هي النان أيونيك واللي تحتوي على ذرات كربون أقل من 5، كذلك اللي تحتوي على active group that is polar and can form hydrogen bonding. وcontain only one strong polar group، كذلك تحتوي على مجموعة وظيفية واحدة. هذني المجاميع أو المركبات العضوية اللي تنطبق عليها هذا الحكي إنه تكون أقل من 5، تحتوي على مجموعة وظيفية واحدة، تكون مو أيونية. هاي قلنا اللي راح الذوب بالإيثر فهي S1. هاي المجاميع S1 راح تكون low polar، مدام ذابت بالإيثر راح تكون low polar. من هاي المجاميع اللي هي الألديهايد، كيتون، أليفاتيك أسيد. بينما المجموعة اللي soluble in water بس، يعني ما راح تذوب بالإيثر، ذابت بس بالماء، بالإيثر ما ذابت،
هاي المجاميع أو هاي المركبات تكون أيونيك أيونية وتحتوي على أكثر من two or more polar group، تحتوي على أكثر من functional group أو أكثر من مجموعة polarity، no more than four carbon atom per each polar compound. نفس القاعدة أنه هي ما رح تزود عن 5 ذرات كربون، بس رح تكون أيونية وتحتوي على functional group أكثر من وحدة. فهذه مجموعة، هذه أقسمها ضمن كلاس S2. ال S2 شن راح يشمل عندي؟ salts، ال ionic salts اللي هي salt of carboxylic acid and amine and compound with more than one active group such as polyhydroxylated compound، تحتوي على أكثر من مجموعة وظيفية واحدة، مثل تحتوي على أكثر من OH، يعني تحتوي على 2 OH أو 3 أو أكثر، and carbohydrates. Remember that solubility is only measured for water soluble compound in the ether. The left side of the solubility classification system, the test solubility in sodium hydroxide rather than ether is used for water insoluble compound. فهنا من المواد اللي ذوبناها بالإيثر فقط اللي ذابت بالماء، اللي ما ذابت بالماء ما رح أجيب طار الإيثر أصلا، قبل راح أحول على اللاين الثاني اللي هو إضافة الـ NaOH. إضافة الـ NaOH، قلنا الـ NaOH من خلاله من أضيفة راح يحدد لي هاي المادة هي أسيد يولا، which is a basic solvent. فهو مذيب قاعدي. The water insoluble compound must first be tested. أنا لازم بالبداية المواد أحطها بالماء، ذابت ما ذابت أجيب الـ NaOH أستعمله. It reacts with compounds that are insoluble in water and are able to donate protons such as strong and weak acid. إذن راح تتفاعل ويا الحوامض، هي يا acid يا base، الحوامض تكون يا strong يا weak. مجرد إنه المادة تذوب بالـ NaOH هذه acid، بس هي strong لو weak أحددها من خلال الصوديوم بايكربونات الـ NaHCO3. الـ water insoluble compound dissolved in 5% solution of sodium hydroxide must be tested for solubility in 5% solution of sodium bicarbonate. المواد اللي ذابت عندي بالـ NaOH لازم وراها اختبر degree of acidity من خلال إضافة الصوديوم بايكربونات. Sodium hydroxide solution is thus considered a detecting solvent for water insoluble acidic compound, while sodium bicarbonate solution is referred to as a subclassifying solvent since it can only react with strong acid. That is, the two solvents give an indication of compound degree of acidity. إذن ذوبت المادة بالـ NaOH ذابت، إذن هاي acidic، أجيبها ذوبها وين؟ بالـ NaHCO3. من خلال هاي المادة أو من خلال هذا المذيب أقدر أحدد هذا الأسيد strong لو weak، ذاب بي يعني strong، ما ذاب بي يعني weak. Note
that testing solubility in 5% sodium bicarbonate solution is not needed if the compound is insoluble in 5% hydroxide solution. فيقول لي عندي إذا المادة من جبت مادة الـ NaOH وذوبت المادة بي بس ما ذابت، بعد ما يحتاج أجيب الـ NaHCO3 هي اللي هي الصوديوم بايكربونات. أنا إيش وقت أجيب الصوديوم بايكربونات من المادة تذوب بالـ NaOH؟ Two probabilities are there. A compound soluble in both bases. This group is given class A1. إذن المادة اللي ذوبت بالـ NaOH بعدين إجي ضفت الصوديوم بايكربونات وهم ذابت بيه. إذن هاي مادة A1 اللي هي strong acid that have the ability to react with weak bases carboxylic acid. Carboxylic acid اللي هي مادة strong acid اجيت ذوبتها بال NaOH ذابت، اجيت ذوبتها بعد بالصوديوم بايكربونات هم ذابت، إذن هاي strong acid. And phenol، عندي مادة الفينول اللي هي راح تكون وياها جروب الفينول with electron withdrawing group. جروب الفينول متصلة بمجموعة ساحبة للإلكترونات كمثال عليها الـ NO2. الفينول من أجي أذوبه بالـ NaOH يذوب، من أجي أذوبه بالصوديوم بايكربونات الـ NaHCO3 ما راح يذوب. إذن هاي المادة تكون weak acid. Compound soluble in 5% sodium hydroxide solution only. This group is given class A2. إذن المادة اللي جيت ذوبتها بالـ NaOH ذابت، خوش هاي مادة أسيد، أجيت أريد أشوف هاي قوية لو ضعيفة، strong لو weak، أضفت الـ NaHCO3 صوديوم بايكربونات ذابت بي، خوش هاي strong، ما ذابت بي، إذن هذه إذن هاي ما ذابت بالصوديوم بايكربونات، ذابت فقط بالـ NaOH، هذه المادة weak acid. إذا المادة ضفت لها الصوديوم هيدروكسيد بس ما ذابت. If the compound is insoluble in the solution of water and sodium hydroxide ما ذابت لا مي ولا صوديوم هيدروكسيد. يعني هاي المادة is either a base compound or a neutral. إذن هاي المادة يا تحمل خصائص قاعدية يا خصائص متعادية، لأن خصائص القاعدية أنا اختبرتها بالـ NaOH وما طلعت، يعني هاي المادة ما بيها خصائص، ضفت الـ NaOH ما طلعت، ما ذابت بالـ NaOH، إذن هاي المادة مو حامضية، ما عندها خصائص حامضية. إجيت ضفت لها أجيت ضفت لها الـ HCl 5% HCl، ضفت لها HCl، هاي المادة إذا ذابت بالـ HCl يعني هاي المادة إلها خصائص قاعدية. 5% solution of hydrochloric acid that can dissolve basic compound such as amines مثل أمينات is used for such a compound. If the compound is soluble in this solvent then it is given class B. إذن المادة اللي يذوب بالـ HCl هي مادة قاعدية لها خصائص قاعدية، يا كلاس B جاي من كلمة base B أول حرف من عدها.
This class include اشرح ايش من هذا الكلاس ايش معد البرايمري سكندري والترشري امين كل الامينات زين اذا المادة ضفتيها مي ما ذابت ضفتي لها NaOH ما ذابت ضفتي لها HCl ما ذابت اجي اخر شيء اضيف لها cold concentrated H2SO4 solubility in cold condensed sulfuric acid should be checked if the compound is insoluble in water 5% sodium hydroxide solution and 5% hydrochloric acid solution if the compound is soluble in this acid it belongs to class N which contain neutral compounds such as alcohols of high molecular weight aldehyde ketone ester ether and unsaturated hydrocarbons on the other hand inert aliphatic saturated hydrocarbon aromatic hydrocarbons haloalkane and aryl halide belong to class I compounds which are insoluble in cold condensed sulfuric acid فيقول لي ورا ما اختبرناه بالمذيبات اللي قبلها كنا ضفناه بالماء ما ذابت يعني هذا المركب مو بولر ضفناه بالNaOH ما ذاب يعني هذا المركب ما بي خصائص حامضية ضفناه بالHCl ما ذاب يعني هذا المركب ما له خصائص قاعدية تبقى عندي خصائص المتعادلة أضيف له cold condensed H2SO4 إذا ذاب فهذا متعادل هذا مركب خصائصه متعادلة فهو من ضمن كلاس N شنو بي هذا كلاس N بي الكحولات اللي الهاي مولكولار ويت تكون إلها الوزن الجزيئي عالي والألديهايد احنا قلنا بشكل عام قبل أن نكمل قلنا بشكل عام أصلا أنا من حولت على الجهة الثانية من الجدول من ماذا المحلول بالماء وحولت على الجهة الثانية يعني من ضفت ببداية من ضفت NaOH أول إضافة بالجهة الثانية هنا تلقائيا المولكولار ويت عالية لأن قلنا المركبات اللي وزن جزيئي لها أقل من 5 اللي عدد ذرات الكربون من 5 وأقل هاي تذوب بالماء اللي ما ذابت بالماء فهذه بالجهة الثانية مولكولار ويت بالجهة الثانية إذن كلهن عاليات لهن تحتوي على أكثر من 5 ذرات كربون سواء كانت بالNaOH أو بالHCl أو بالcold concentrated H2SO4 فهسه المادة نرجع لهاي المادة أو هذا المذيب إذا ذابت هنا فهي نيوترال إذا ما ذابت بيها فهذه آي الآي هي شنو اللي هي saturated hydrocarbon فأنا عندي أهم شيء بالمحاضرة هذه كلها أنه أنا أفهم الجدول أنا من أفهم الجدول من فهمت الجدول بعد أنا سيطرت على المادة كلها نسوي عادة سريعة إلها لأن هو أهم شيء موجود هنا فأنا عندي ضفت مي ذاب من ضفت مي لازم أحدد البولاريتي أضيف إيثار ذاب بالإيثار لو بولاريتي ما ذاب هاي بولاريتي هاي تكون لو بولاريتي وتكون هاي بولاريتي زين هذني كلهن تكون إلهن ذرات الكربون عفوا ذرات الكربون أقل من 5 إذا ما ذاب بالماء هنا
عدد الذرات تكون لا عدد ذرات الكربون أكثر من 5. فهنا تكون insoluble. بشكل عام هاي بكل هذا السايد تكون أكثر من 5. ضفت NaOH تحدد خصائص الحامضية. إذا ذابت حامضي أسد زين، هذا الأسد من خلال إضافة ال NaHCO3 أعرف هذا strong لو weak. هي الأي أصلا جاي من كلمة أسد، فهنا الأي إذا ذاب بي فهو إذا ذاب بال NaHCO3 إذا ذاب فهو strong، إذا ما ذاب فهو weak. نجي على الانسوليبل. انسوليبل اذا ما ذاب بال NaOH نضيف له ال HCl، هذا يحدد لي الصفات القاعدية. ذاب بي يعني بيس يعني قاعدة، اذا ما ذاب بي اضيف اخر شي عندي concentrated cold H2SO4، لازم شرط يكون بارد ومركز. ذاب بي يعني نيوترال متعادل، ما ذاب بي يعني ساتوريتد. هذه كل المحاضرة.